بيتر أيزنمان. ولد بيتر أيزنمان في عام 1932 ميلادي في عائلة من طبقة متوسطة في نيويورك بولاية نيوجيرسي، ولم يكن هو المعماري الوحيد في عائلته، فقد كان جده عامل بناء. درس بيتر في المدرسة الثانوية التي تقع في ميدلود في ولاية نيوجيرسي. تخرج من جامعة كورنيل إيثاكا نيويورك، ومن ثم أكمل دراسته وتخرج من جامعة كولومبيا عام 1960 ميلادي، وأكمل رسالة الدكتوراه في نظرية التصميم حتى نال درجة الدكتوراه عام 1963 ميلادي. وكان خلال دراسته يعمل مع اللجنة التعاونية للمعماريين. لقد كانت أعمال الفيلسوف جاك ديريدا هي الملهم والمؤثر الرئيسي في عمارة أيزنمان، وقد كان بيتر دائما في عمارته يريد أن يتحرر من أي قوانين أو قواعد معمارية تحد من روعة وجمالية المنشآت المعمارية. ولقد استخدم بيتر مفاهيم الفلسفة والرياضيات في تصاميمه. عاد أيزنمان للولايات المتحدة في عام 1963 ميلادي لممارسة عمله من خلال مكتبه في مدينة نيويورك، كما عمل كأستاذ مساعد في كلية العمارة في جامعة برينستون. وفي عام 1964 ميلادي كان عضوا مؤسسا لمؤتمر المهندسين المعماريين لدراسة البيئة في عام 1967 ميلادي، وأسس وشغل منصب مدير معهد العمارة والدراسات الحضرية. المبادئ المعمارية لبيتر أيزنمان. لقد كان مبدأ التجزئة والتفكيك هو المبدأ الرئيسي لبيتر، والذي يعتمد على تصميم المباني من خلال أجزاء رئيسية منفصلة تكون أغلب المبنى. وأكبر مفاهيمها هي العدمية الإيجابية، والتي تعني إنشاء شيء من لا شيء، فيستخدم مفاهيم وطرق جديدة ينتج عنها أنواع جديدة وأشكال مبهرة من العمارة الحديثة، كما كان عضو في لجنة المعماريين الخمسة في مدينة نيويورك. أعمال بيتر أيزنمان. لم تكن العمارة والمباني هي المجال الذي أبدع فيه بيتر، بل كان له أعمال يدوية عديدة غريبة في تصميمها وروعة في إطلالاتها، وتوضح الأشكال التالية بعض منها. استاد فينيس. يقع استاد فينيس في ولاية أريزونا، ويتميز بمناسبة أرضيته لرياضات مختلفة دون أن يحدث ذلك ضررا لأرضية الملعب أو تغييرا في جودتها، وتبلغ سعته 63400 شخص. ويتميز الشكل الخارجي للملعب بمحاكاته لطبيعة مدينة أريزونا، حيث صممت الواجهة الخارجية له بشكل يشبه الصبار، فهو النبات الأشهر في البيئة الصحراوية وهي بيئة مدينة أريزونا، وحيث وجد المعماري بيتر الربط المناسب للمبنى مع البيئة المميزة وهي بيئة صحراء أريزونا. فهو أستاذ متعدد الاستخدامات، له القدرة على استضافة رياضة كرة القدم وكرة السلة، حيث صمم أيضا للحفلات الموسيقية وسباق السيارات ومسابقة رعاة البقر وبه مختلف الأحداث. وحيث يوجد في الملعب 21 فتحة رأسية على الجدران الخارجية للملعب، عليها لوح معدنية تعكس ضوء القمر ليلا والشمس نهارا، ويعتبر مفخرا لجامعة فينيكس. ماكس راينهارت هاوس. بدأ أيزنمان تصميم وعمل هذا المشروع بعد فترة وجيزة من سقوط جدار برلين في عام 1991 ميلادي، وانتهى عمله في عام 1992 ميلادي في مدينة برلين بألمانيا. وقد شيد بيتر هذا المعلم الزجاجي لمدينة برلين، جعلا من هذه المنشأة عمارة بارزة تباهي بها برلين المدن الأخرى في مجال العمارة. ويتميز هذا المبنى بازدواجية شكله الخارجي، فيتضح من خلال الصور تشابهه مع حرف N في اللغة الإنجليزية، موفرا مرونة عالية في هيكل وشكل المبنى. ولعل أبرز ما أراد بيتر إبرازه من خلال هذا المبنى هو تنفيذ قاعدة أن المهندسين المعماريين لا يبتكرون أو يخترعون، فهو أثبت أن المهندس المعماري هو عبارة عن مخترع ومبتكر لأنواع وأشكال غير منتهية من العمارة والإنشاء والهيكل. لبيتر أعمالا شخصية كثيرة تشتمل في بناء المنازل والفلل، والتي دائما ما تكون بأشكال معمارية حديثة وتكون خاضعة لقوانين رياضية ومعمارية معقدة، ينتج عنها إبداعا معماريا يتجسد في الشكل والوظيفة.
وهذه بعض من تصاميم بيتر والتي تتميز بالتعقيد واستخدام الأشكال الهندسية والفلسفة المعمارية واستخدام التكنولوجيا المعمارية.